بسم الله الرحمن الرحيم. بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن عصر اليوم، وذلك بعد زيارة الدولة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وترأس سموه وفد دولة الكويت في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري 8 لمنتدى التعاون الصيني العربي. وهذا وقد كان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة. هذا وقد رافق سموه رعاه الله وفد رسمي يضم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ووزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة خالد ناصر روضان ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت شبيب الرشيدي ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد والمستشار في الديوان الأميري وعضو المجلس الأعلى للتخطيط الدكتور يوسف حمد الإبراهيم والمستشار في الديوان الأميري محمد عبد الله أبو الحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية وشؤون الأسرة الحاكمة الشيخ خالد العبد الله الصباح الناصر الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم مثيب لذينة ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري فواز لسعود الناصر الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس جهاز تطوير مدينة الحرير الصبية وجزيرة بوبيان فيصل عبد الرحمن المدلج وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية ووزارة النفط. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.